كنشكر الصحافه على هذه الفرصه اللي تحت لنا بطبيعه الحال من خلال هذه الندوه هذه باش نعرفوا بالملتقى اللي غتشهدوا الماس من 17 حتى 21 غشت 2019. هذا الملتقى اللي غادي يتزامن مع ذكرى غاليه علينا او مناسبتين وطنيتين غاليتين اللي هما ثوره الملك والشعب وعيد الشباب المجيد. فمن خلال هذا الملتقى نهدف بطبيعه الحال الى التعريف بكل ما هو محلي ونهدف ايضا الى التنميه المحليه من خلال تثمين الموروث الثقافي اولا بالمنطقه، يعني كل ما هو له علاقه بأحدوث بالفروسيه بالخيمه التقليديه للمنطقه ديالنا بطبيعه الحال وبعض المناطق في الاطلسيه اللي مازال فيها هذه الخيمه التقليديه. ثم ايضا من خلال يعني تثمين المنتوجات ديال الفلاحيه، يعني الثروه الحيوانيه اللي كتزخر بها المنطقه وخصوصا السله ديال الابقار ديال والماس الزعير، ايضا يعني منتوج الخزامه اللي معروفه به منطقه والماس، وايضا جميع ما يتم استخلاصه من هذا الخزامه هذه من هذه النبته هذه. ايضا المنطقه معروفه بالعسل، ف يعني يتم عرض يعني جميع انواع العسل اللي تنتج في المنطقه. ثم ايضا هناك منتوجات ديال الصناعه التقليديه من خلال يعني النحت على الخشب، لان المنطقه معروفه بغابه العرعار وكاينه تعاونيات محليه وكاين اكثر من ذلك يعني مركب ديال الصناعه التقليديه ديال النحت على الخشب والماس. فمن خلال هذا المعرض هذا ومن خلال الملتقى هذا يتم عرض هذه المنتوجات وبطبيعه الحال كيستافدوا جميع الناس اللي كينتجوا هذه المنتوجات هذه. ايضا المنطقه في هذه الفتره هذه كتعرف واحد الاقبال كبير ديال الزوار من والماس ويعني النواحي ديالها وايضا من اقاليم قريبه خميسات خنيفره ومكناس. ايضا في هذه الايام هذه ديال هذا الملتقى هذه يتم بطبيعه الحال تنظيم عده مباريات ومسابقات رياضيه وايضا يعني انتقاء اجود الابقار يعني في السله ديال والماس الزعير.